العاشرة صباحاً الثامنة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. أعلن مجلس الوزراء موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات. وخلال اجتماعه بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن سياسة ملكية الدولة تستهدف بالأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات محققة لطموحات المصريين عن طريق رفع معدل الاستثمار، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي. وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم الإعداد لمؤتمر ترويج الاستثمار والمقرر عقده العام المقبل للترويج للاستثمارات في مصر على أعلى مستوى. وخلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة المعنية بالإعداد للمؤتمر، أشار مدبولي إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل أحد أبرز مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده مؤخرا، مؤكدا على أهمية دعوة أكبر المؤسسات العالمية وبنوك الاستثمار الكبرى وممثلي الشركات العالمية وكبار رجال الأعمال والبدء في إعداد أجندة هذا المؤتمر والتواصل المباشر مع المستثمرين المستهدفين. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن معظم مناطق بلاده تعاني انقطاع الكهرباء وسط انخفاض كبير في درجة الحرارة بعد الهجمات الصاروخية الروسية والتي استهدفت جميع أنحاء البلاد. أضاف زيلنسكي أن الأمر صعب بشكل خاص في العاصمة كييف ومناطق لفيف وأوديسا وخيرسون وفينيتسيا، واعتبر أنه مع كل ضربة صاروخية من هذا النوع فإن روسيا لا تجني سوى دفع نفسها بشكل أعمق إلى طريق مسدود. أعلنت أوكرانيا أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير 16 طائرة مسيرة انتحارية أطلقتها روسيا. أوضح سلاح الجو الأوكراني أن الطائرات المسيرة تم إرسالها من ناحيتي الجنوب الشرقي والشمال. من ناحية أخرى، أعلن الجيش الأوكراني أن وحدات المدفعية تمكنت من قصف 5 مواقع قيادية روسية والقضاء على 5 مجموعات أفراد ومستودع للذخيرة. Ну, первый раз будете стрелять? Вижу, там уже стреляют. Огонь! قالت بريطانيا إنها منحت أوكرانيا أكثر من 1000 جهاز للكشف عن المعادن ومئة من معدات إبطال مفعول القنابل للمساعدة في تطهير حقول الألغام، وذلك في أحدث دعم عسكري تتلقاه كييف. أوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن أجهزة الكشف عن المعادن يمكن أن تساعد أوكرانيا في تأمين الطرق من خلال المساعدة في إزالة مخاطر المتفجرات، بينما يمكن لمعدات إبطال القنابل نزع فتيل الذخائر غير المنفجرة. قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وقع مشروع قانون قيمته 1.66 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية للسنة المالية 2023. يتضمن التشريع تمويلا عسكريا قياسيا ومساعدات طارئة لأوكرانيا. وكان الكونغرس قد أقر مشروع قانون الإنفاق بدعم كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
أعلنت السلطات الأمريكية تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء العاصفة التي ضربت قسما كبيرا من الولايات المتحدة خلال فترة عيد الميلاد، ليرتفع عدد الضحايا إلى 61 شخصا. وسجلت حالة الوفاة في مقاطعة إيري بولاية نيويورك، حيث تقع مدينة بافالو. وتخشى السلطات أنه مع ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب الذوبان السريع للثلوج في حدوث فيضانات. ورياضيا، قام نادي سانتوس البرازيلي بوضع الخطة الكاملة لجنازة أسطورته ونجم الكرة العالمية بيلي بعد وفاته عن عمر يناهز 82 عاما. ومن المقرر أن تبدأ جنازة بيلي من معقل فريق سانتوس في صباح الاثنين المقبل. وقد خيم الحزن في البرازيل لرحيل أسطورتها بيلي، والذي ظل رمزا حيا للبلاد لأكثر من 60 عاما، وكان سببا رئيسا في تتويج السامبا بأول 3 ألقاب لكأس العالم. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي، أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.